طيب التوبيك اللي معانا النهارده Reliable Web Services Approaches of Mobile Cloud Computing mainly بيتارجت ازاي نأكسس الويب سيرفيسز من خلال موبايل ديفايس. موبايل ديفايس يعني كونكتد وايرلس، ومش بس كده وكمان بيتحرك زي ما درسنا انه هو يبقى وايرلس له مشاكل، وان هو بيتحرك ده بيضيف كمان مشاكل تانية. الشغل ده موجود في بيبرز يعني، بس هو في الاخر ده تجميع كذا بيبر متلخصة في بيبر كأنها سيرفي، وزي ما قلت لكم هتبقى موجودة على LMS ان شاء الله. الموبايل كلاود كومبيوتينج معناه انه الموبايل ديفايس كونكتد تو ا كلاود سيرفر علشان يأكسس السيرفيسز اللي موجود على كلاود سيرفر، ويبقى في كومبيوتينج بيحصل على كلاود سيرفر يستفيد منه الموبايل ديفايس. فزي ما في كلاود كومبيوتينج للاجهزه الثابته، في برضه كلاود كومبيوتينج للاجهزه المتحركه واللي متوصله بوايرلس. ولكن زي ما شفنا في كل المحاضرات اللي فاتت، دايما بيظهر مشاكل نتيجه انه وايرلس ونتيجه انه موبايل، وبالتالي هدف التوبيك ده انه يناقش المشاكل دي ويشوف حلول ليها. من ابرز الحلول للمشاكل دي استخدام ميدل وير واستخدام الموبايل ايجنت، وهم دول يعني التوبيك ده بيحاول يلخصهم يعني. فهنا بادي الاول بيعرف اهميه الويب سيرفيسز. بدل ما انه انت تيجي تعمل ابلكيشن تحط فيها كل الفانكشنز اللي انت عايز تنفذها، في بعض الفانكشنز اللي بتحتاج بروسيسنج عالي، او بتحتاج داتا ستورج كبير، او انت عايز توفر على نفسك المجهود واوريدي الفانكشن دي موجوده جاهزه تقدر تستخدمها، بس هي بتبقى موجوده على كلاود سيرفر، فانت عايز تقول الفانكشن دي من على كلاود سيرفر وتستفيد بيها. ليه تعيد عملها من جديد فروم سكراتش؟ تاخد وقت ومجهود عشان تعملها، وفي نفس الوقت تاخد سبيس على الجهاز بتاعك وتاخد بروسيسنج باور، بينما هي اوريدي موجوده جاست انك بتعمل كولينج للفانكشن دي. فالفانكشن دي اللي موجوده على كلاود سيرفر هي بنأكسسها من خلال الويب، وبالتالي بيطلق عليها ويب سيرفيسز. تنوعت وانتشرت لدرجه انه بقى في ابلكيشنز تكاد تكون مجرد يوزر انترفيس، بينما فعل الفانكشناليتي الفعليه هي مجمعاها من خلال ويب سيرفيسز موجوده على الانترنت. حد يديني مثال على ويب سيرفيس يعني ويب سيرفيسز بنستخدمها بشكل يعني مستمر؟ الويذر اي بي ايز يا دكتور، حاجات بتاعت اللي يعرف الجو عامل ايه وكده. جميل، يبقى عندك ابلكيشن بيدي لك درجه الحراره والرطوبه واحتمالات الامطار، كل الحاجات دي موجوده على سيرفر، وفي ويب سيرفيس انت بتقول الكلام ده ويرجع لك الارقام اللي بتتعرض لك. ممتاز. نفس الكلام بالنسبه لجوجل مابس، لو انت عايز تشوف الخريطة والطريق الفاضي والطريق اللي زحمة، نفس الكلام. حد يدي أمثلة تاني؟ الجيميل والميلينج اللي فيها دكتور؟ ده يعني مش مصنف كويب سيرفيس، إنما الأكسسنج نفسه بتاع الإنبوكس بتاعك وانه يبعت لك اللي فيه، ممكن نعتبرها ويب سيرفيس، ان هو ياكسس الانبوكس ويبعت لك اللي فيه. بس يعني هي ده مش بيتحط تحت كلمه ويب سيرفيس يعني، اللي هي لان ليه بروتوكول مخصوص. من الحاجات اللي موجوده في السلايد اللي قدامنا، الويب سيرفيس له البروتوكول، له بروتوكولات خاصه بيه. من اشهر البروتوكولات هي الريست والسوب.
الريست اللي هي ريبريزنتيشنال ستيت ترانسفير، ده بيستخدم ال HTTP هايبر تكست ترانسفير بروتوكول اللي هو تكست بيزد، علشان يبعت يطلب الويب ويجي له الرد، اذا ثم بعد كده يجي له الويب سيرفيس نفسها على HTTP بروتوكول تكست بيزد. يعني البروتوكول الثاني اللي هو السوب او اختصار سيمبل اوبجكت اكسس بروتوكول، ده بروتوكول اصعب شويه من الاتش تي تي بي، بيحط هيدر للداتا وبيعمل حاجه زي العقد ما بين الطرفين، الطرف اللي بيطلب الويب سيرفيس والطرف اللي بيقدم، والعقد ده بيطلق عليه دبليو اس دي ال، له يعني صيغه معينه بيتفقوا على شروط معينه من خلالها بيوفر له الخدمه. السوب اكثر تعقيدا، ولكنه طبعا يعني في مزايا اكثر من ال HTTP. HTTP سهل لكنه مفتوح، اي حد يقدر يكاتش المسج، هيقدر يفهم اللي فيها. تفتقد لبعض السيرفيسز، تفتقد لبعض الفانكشناليتي اللي موجوده في السوب. السوب اكثر تعقيدا وبيقدم خدمه اعلى. ليه انا بقول الايميل مش مصنف تحت الويب سيرفيس؟ لان هو له بروتوكول خاص بيه. يعني انت في الايميل بتاكسس الايميل سيرفر، او فعليا مش انت اللي بتاكسس، انت بتاكسس الاول عن طريق الويب سيرفيس بروفايدر، ممكن ب HTTP عادي، لكن هو الويب سيرفيس بروفايدر بياكسس الانبوكس بتاعك على جوجل سيرفر او ياهو او هوت ميل او واتيفر من خلال بروتوكول خاص. فالبروتوكول المستخدم علشان يجيب لك يقرا لك الايميل بتاعك مش سوب ولا HTTP، لكن انت بتاكسس في الاخر ويب سيرفيس بروفايدر بال HTTP، عشان كده هو مش مصنف كويب سيرفيس. يعني عمليه الكلاود كومبيوتنج زي ما قلنا هي عمليه انك بترمي بعض الفانكشنز على سيرفر له كومبيوتيشنال باور اعلى، يقدر يعمل الفانكشنز دي في وقت اقل، بالاضافه الى انه عنده ريسورسز صعب جدا انها تتواجد عندك، او مكلفه جدا انك توجدها عندك، زي ما ضربنا امثله من شويه انك عايز تعرف اخبار الطقس، وعايز تعرف حالة الطرق والشوارع والخرائط والكلام ده كله. لو انك عايز تنزل كل ده على موبايلك، مش كل حتى الداتا افيلابل عندك، وفي نفس الوقت برضو ده مجهود كبير على الجهاز الموبايل، سواء كستورج او كبروسيسنج. فبالتالي فكرة انك ترمي الكلام ده على باورفول سيرفر هو اللي يعمل لك الكلام ده، سواء ك كومبيوتيشن او كستورج، وانت مجرد بتاخد منه النتيجه، بتطلب الطلب وتاخد منه النتيجه. ده كان اركيتكتشر ظهر وانتشر وما زال موجود، ويعني ناجح بشكل كبير حتى العصر اللي احنا فيه يعني. وان كان له بعض الفاريشنز زي ما انتم هتقولوا لنا في البرزنتيشنز، يعني له تشكيلات مختلفه حاليا زي الموبايل ايدج كومبيوتنج والفوج كومبيوتنج، يعني له كذا تفريعه ظهرت من تحتيه، من تحت الكلاود كومبيوتنج ظهرت تشكيلات تانية، اركتكتشرز تانية، ما زالت بتسبورت فكره انك ما بتقومش بالشغل كله على الجهاز الطرفي اللي عندك، وان كان مش لازم تكون الحاجه كلها متجمعه في مكان واحد، السيرفيسز كلها مش لازم تكون سنترلايزد في سنترال سيرفر. دي التشكيلات المختلفه اللي ظهرت من تحت الكلاود كومبيوتينج. دكتور معلش، وانا عندي سؤال كان. اتفضل. هو مش مفروض ان الريست والسوب الاثنين بيتبعتوا ب HTTP برضو صح؟ الريست والسوب الاثنين HTTP، بس السوب بيسبقه كونتراكت بيتعمل ما بين الطرفين. فالموبايل كلاود كومبيوتينج هو بقى الوصله اللي ما بين
الـ availability of cloud services، وفي نفس الوقت الطرف اللي بيستخدم الويب سيرفيسز دي هو طرف موبايل، موبايل بيتحرك، وفي نفس الوقت عشان يتحرك يبقى وايرلس، معنى كده ان هو بيأكسس الويب سيرفيسز دي. يعني اغلب الامثله بتبقى من خلال سيلولار نتورك، شبكه زي شبكه الجي اس ام اللي احنا درسناها، فهو غالبا يقدر يتحرك بحريه في الشوارع، وفي نفس الوقت بيكونكتد لكلاود سيرفر وبيستخدم الويب سيرفيس اللي موجود عنده. تمام، ففي كلا الحالتين هو بيبعت ال HTTP سواء سوب او ريست وبيأكسس الكلاود سيرفر. ايه بقى المشاكل؟ المشاكل اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول، اول الكورس، اللي هو مشاكل الكونكتيفيتي، انت متصل بالشبكة بشكل مش دايم، والكلام ده نظرا لوجود مشاكل في الميديم نفسه اللي هو الهواء، او وجود مشاكل في انك بتتحرك وبتغير مكانك، وبالتالي نقطة اتصالك بأقرب برج محمول ممكن بتختلف، ممكن يحصل فيها obstacles في النص، وبالتالي هي دي بتأثر على قوة الاتصال نفسه. الباندويتس نفسه، النتورك نفسها، الباندويتس برضو بما ان احنا بنتكلم على اتصال في رسائل رايحة جاية وفي حاجات بتتبعت، فالاتصال نفسه ممكن يبقى معرض للديسكونكشن، وان الباندويتس نفسها مش ثابتة، والموبايل نفسه ديفايس ممكن يفصل خالص، يعني ممكن يخرج بره الخدمة، يعني ممكن يفصل شحن او جهاز يطفي، ده ينتج عنه connection loss، يبقى الاتصال لو انقطع خالص ما بين اللي بيطلب الخدمة اللي هو الجهاز الموبايل اللي هو الكلاينت وما بين السيرفر، يبقى معنى كده انه لو هو كان اثناء الكونكشن يبقى خلاص الكونكشن دي كده قطعت، ولازم السيرفر يعرف انه في قطع حصل، بحيث انه هو يشوف هل هو هيسيف الستيت ولا يعني خلاص كده مش هيسيف الستيت، ولما الكلاينت ده يكونكت من جديد هيبتدي يتعامل معاه لان هو لسه داخل اول مره. برضو من ضمن المشاكل اللونجر ترانزاكشن تايم، نظرا لان الباندويث نفسه قليل ومتغير، فده بيؤدي الى انه الوقت اللي بتاخده ترانزاكشن بيبقى اطول من الوقت الاكسبكتد في الحالة العادية، وزائد ان في داتا بتقع وبيعاد ارسالها اكتر من مرة، ودي الحالة برضو اللي مش منتشرة قوي او مش ظاهرة بالشكل ده في حالة الوايرد كونكشن. دكتور مشاري، دي نفس مشاكل الوايرلس تي سي بي لما اتكلمنا عنها، اللي هي الاي تي سي بي والتي تي سي بي والحاجات دي، هي نفس المشاكل بتسمع في كذا حته. هو هنا برضو يعني هنا بيذكر المشاكل دي بغض النظر، يعني هو السلايد دي مش مرتبطه بالمحاضرات او بالسلايدز اللي قلناها قبل كده، فهي بتذكر مشاكل كانها بتذكرها لاول مره يعني، بس هي فعلا نفس المشاكل. المهم في الاخر يعني نفس الحلول برضو، صح؟ بالظبط. نفس الحلول من وجهه نظر كل يعني من وجهه نظر ويب سيرفيس، هنشوف دلوقتي الحلول المقترحه ايه. لا، مش نفس الحلول لكل حاجه، هي نفس المشاكل بس كل فانكشن بتقابلها بحلول خاصه بيها. التي سي بي بيحلها بطريقه، والاكسسنج بتاع الويب سيرفيس له برضو طرق سيناريوهات تانية بيتناول، حتى لو يعني ممكن تتشابه الحلول ما فيش مشكله، بس هي في الاخر حلول لكل حاجه لوحدها. هنا برضو مازال بيضرب مثال على المشكلة، انك ممكن تكون داخل في ترانزاكشن بتكون ويب سيرفيس قد تكون مهمة جدا، زي مثلا في حالة الدفع، انت داخل بتعمل ترانزاكشن اونلاين، هتدفع فلوس وتشتري حاجة، وانت بعد ما اديت بياناتك ومستني انه يجي لك كونفيرميشن انك دفعت، حصل مشكلة بتاع طول شوية كده وهنج، وبعدين رجع قال لك انه الحاجه فيلد، ترانزاكشن فيلد، او قال لك ان الكونكشن وقعت، او قال لك whatever يعني النوع الايرور اللي طلعه يعني. فانت هنا هتبقى مرعوب، يا ترى ايه اللي حصل؟ هل يا ترى
طب لما تيجي تدخل تاني فرضا الكونكشن رجعت وانت داخل تاني وعايز تعمل نفس ترانزاكشن، برضه هيبقى عندك الشك هل انت كده بتدفع فلوسك للمرة التانية ولا هي اوريدي، ولا هي لازم، ولا هي ما اتحسبتش المرة الأولانية. يبقى لازم كل ده يبقى كونسيدرد، هل الترانزاكشن حتى من الداتابيز، اكيد انتوا درستوا الداتابيز، انتوا عارفين خاصية الاسيد، خواص الداتابيز، الترانزاكشن في الداتابيز لازم تكون اسيد اتوميسيتي. بس المهم من ضمن الخصائص ان الترانزاكشن لازم تتم على بعضها او لا، يعني ما ينفعش نص ترانزاكشن يتم. اول ما الداتابيز مانجمنت سيستم يحس ان العمليه ما كملتش للاخر بيلغي العمليه، حتى لو كان في جزء منها اتعمل بيعمل رول باك. فده مفهوم متطبق في كل ترانزاكشنز سواء على داتابيز، وده داتابيز مانجمنت سيستم جنبها، او اونلاين اوقع ان هو يتطبق، انه لازم تبقى الترانزاكشن واحده واحده، يا تتعمل كلها وتكمل للاخر يا ما تتعملش خالص. من ضمن برضو الخصائص المطلوبه الريلايبيليتي، الريلايبيليتي هنا تعرفها انك تقدر تاكسس الكلاود وتستخدم الويب سيرفيس اللي موجوده بدون تحميل كبير على الباندويتس، يعني تستخدم لو اوفر هيد كوميونيكيشن، مش عايز تخلص الباندويتس بتاعتك في رسائل كتيره رايحه وجايه. ندخل بقى في الحلول، ايه الحلول المقترحه في الجزئيه دي؟ في هنا حلين مقترحين اللي هو الميدل وير والموبايل ايجنت. الميدل وير ده هاردوير سوليوشن طبعا ومعاه سوفت وير، بس الاساس فيه الهاردوير اللي محطوط، والموبايل ايجنت ده سوفت وير بيزد سوليوشن سوفت وير بس. الميدل وير بيبقى عندنا ما بين الموبايل ديفايس والكلاود سيرفر لازم يكون في حاجه في النص محطوطه، الحاجه دي بتقسم الطريق نصين. ده تأييدا لما رياض كان بيقول هنستخدم نفس الحلول بتاعت الترانسبورت، فهو هنا يعني هو في حاجات شبيهه، مش عايز اقول نفس الحلول لان هي كلمه نفس دي مش مظبوط، انما هي ايوه فيها طبعا ابروتشز مشابهه جدا. فهنا عندنا زي ما في الترانسبورت لاير كان عندنا بنقسم العلاقه ما بين الطرفين الاول والاخير، ويبقى في النص واحد هو اللي واقف بيمانج الجزء الوايرلس والجزء اللي مش وايرلس، هيبقى هنا عندنا برضو نفس الابروتش، الميدل وير واقف في النص. حتى في الموبايل ايجنت برضو هو نفس الابروتش، الفرق ما بينهم ده هارد وير وده سوفت وير. ففي الميدل وير هو واقف في النص بياخد بيتعامل مع الجزء الموبايل، ومن الناحيه الثانيه بيتعامل مع الكلاود سيرفر. هو قاسم العلاقه ما بينهم لطرفين، فالموبايل ديفايس يبعت ريكويست يستقبله الميدل وير، هو اللي بيكلم الكلاود سيرفرز، كلاود سيرفر، الكلاود سيرفر هيدي السيرفيس اللي هو المفروض يديها ليه الموبايل. طيب لو حصل ان الموبايل ديفايس ديسكونكتد، الميدل وير هو اللي مسؤول على ان هو يتابع الحاله بتاعته، ولما يرجع تاني يبقى كونكتد المفروض ان هو يستكمل معاه ترانزاكشن اذا كانت ينفع تستكمل، اذا كان وقتها لسه ما انتهاش. ومن ناحيه الكلاود سيرفيس، الكلاود سيرفر المفروض ان هو عارف ان الميدل وير، يعني الميدل وير بالنسبه له هو الكلاينت اللي اخذ منه الحاجه، وبالتالي هو من ناحيته خلاص هو سيرفيس طلعت من عنده. من ضمن برضو الحاجات اللي بيقوم بيها الميدل وير اللي هي الريتراي ميكانيزمز، لما بيلاقي الكونكشن وقعت بيحاول زي ما كنا بنشوف برضه في ترانسبورت لير، بحيث ان هو يعني لغايه ما تنجح الكونكشن، يعني لان هو انها وقعت مش معناها ان في كونجشن زي ما كنا بنقول في ترانسبورت لير، لكن هو وبالتالي مش المفروض ان هو يستنى وقت او يضيع وقت، المفروض ان هو يحاول كذا مره لغايه ما تنجح منهم مره يعني. طيب الموبايل ايجنت نفس المفهوم، بس المره دي الموبايل ايجنت هو سوفت وير ممثل للموبايل ديفايس، بيبقى غالبا موجود على الكلاود سيرفر او الجهاز اللي مرتبط بالكلاود سيرفر، يعني هو مش طرف مستقل بذاته، هو طرف مرتبط بالكلاود سيرفر نفسه. كلاود سيرفر بيكرييت موبايل ايجنت لكل موبايل ديفايس
بيتصل بيه وبيتعامل مع الموبايل ايجنت على ان هو الموبايل ديفايس، وبالتالي الترانزاكشن بتتم ما بين الكلاينتس ما بين الكلاود سيرفر والموبايل ايجنت، والموبايل ايجنت هو بقى اللي بيهندل العلاقه مع الموبايل ديفايس. من ضمن المزايا ان هو ممكن يحفظ الستيت، يعني الموبايل ديفايس لو حصل له ديسكونكشن ورجع يكونكت تاني بيلاقي الستيت بتاعته موجوده لان الموبايل ايجنت بيمثله، فهو بيحفظ الستيت ولما الموبايل ديفايس يرجع اونلاين تاني بيكمل معاه ترانزاكشن، وبالتالي مش لازم يعيد من الاول تاني. ممكن يكون في كذا ايجنت بيريبريزنتوا نفس الموبايل ديفايس، يعني ممكن الموبايل ديفايس يبقى ليه كذا ايجنت شغالين بحيث ان هو لو عايز يريتريف مثلا داتا كتيره من على الكلاود سيرفر، فكل موبايل ايجنت له ليميتد باندويتس، فممكن يبقى فيه كذا ايجنت لنفس الموبايل ديفايس بحيث ان هو يديله برايورتي اعلى في ان هو يستهلك يعني يتريف داتا بريت اعلى من الباقيين. ما زال مشكله السكيورتي، محتاجين سكيور لاير علشان يتاكد انه الداتا كونفيدنشال ويعمل اوثنتيكيشن للديفايسز ويعمل اوثنتيكيشن يعمل اوثنتيكيشن للديفايسز يعني، ويتاكد ان هي فعلا اللي مرتبطه بالايجنتس اللي موجود. دي كانت بعض الطرق اللي استخدمت الموبايل ايجنت او الميدل وير. دي يعني اوريدي تكنيكس كانت ريسيرش بيبرز موجوده، وفي كل واحد من دول اذا كان استخدم الريست او السوب دي يرجع عليها كامثله لاستخدام وذر ميدل وير او الموبايل ايجنت، واذا كانت السيرفيس ريست او سوب. والكونكلوجن هي هنا تمت عمليه مقارنه ما بين استخدام الميدل وير واستخدام الموبايل ايجنت. ميدل وير بيفصل العلاقه ما بين الموبايل ديفايس والكلاود سيرفر، وغالبا الفصل العلاقه دي زي ما شفنا في الترانسبورت لاير قبل كده يعني له مزايا وعيوب، فمن ضمن عيوبه ان هو بيلغي عمليه الاند تو اند كونكشن، وفي نفس الوقت لو في حاجه جات له من الكلاود سيرفر وما راحتش على الموبايل ديفايس بتبقى مشكله. يعني هو لازم الميدل وير عشان نشتغل صح المفروض لو الحاجه اللي جات له من كلاود سيرفر وما راحتش الموبايل ديفايس لازم ينبه الكلاود سيرفر ان العمليه ما تمتش. كون ان الحاجه وصلت للميدل وير ده كده معناها انها ما وصلتش لسه الديستنيشن. الديستنيشن في حالتنا هنا الطرف النهائي هو الموبايل ديفايس. الموبايل ايجنت اقل كومبلكسي ان هو مش محتاج هاردوير مخصوص، هو سوفت وير موجود مع الكلاود سيرفر. الكلاود سيرفر هو اللي بيكريت موبايل ايجنت لكل ديفايس، وبالتالي ما عندوش مشكله انه يعني انه لازم يقول للكلاود سيرفر اذا كان الديفايس كونكتد ولا لا، لان هو اوريدي يعني هيبقى عنده معلومه الديفايس متصل حاليا ولا لا. وهو لو كده كده الموبايل ايجنت كجزء من الكلاود سيرفر هيقدر يبلغ الكلاود سيرفر انه العمليه ما تمتش، وانه لو محتاج يعمل رول باك حتى هيعمل رول باك لو في ترانزاكشن حصلت وما كملتش. حد عنده اسئله في الموضوع ده دكتور؟ هو مش الميدل وير هو الموبايل ايجنت؟ لا هو نفس المفهوم، بس الفرق انه الميدل وير ده طرف منفصل عن الكلاود سيرفر، الموبايل ايجنت ده سوفت وير موجود مع الكلاود سيرفر. الميدل وير ده هاردوير منفصل عن الكلاود سيرفر. لو مش الميدل وير ده يعني هيبقى يعني مثلا زي بروكسي سيرفر مثلا تقريبا كده؟ بالظبط ممكن يبقى في البروكسي سيرفر صح. طب ما دي هتبقى نفس فكره الموبايل ايجنت برضو، انه ممكن يبقى الموبايل ايجنت سيرفر برضو تاني هو اللي الموبايل بيأكسس عليه. هنا المفهوم ان الموبايل ايجنت مش محتاج ان يكون له هاردوير مخصوص، ده سوفت وير ممكن يتواجد على
على الجهاز بتاع الكلاود نفسه، كلاود سيرفر نفسه، وبعدين ده كرييتد باي ذا كلاود سيرفر، الموبايل ايجنت هو اللي بيكرييت موبايل ايجنت لليوزرز اللي داخلين عنده. يعني مثلا يعني ممكن اكتر من كلاينت يشيروا الميدل وير، لكن كل كلاينت ليه ميدل ايجنت، ليه موبايل ايجنت واحد. ايوه طبعا، ايوه طبعا، صح صح. الميدل وير ده ده بيجمع الكلاينتس كلها، انما الموبايل ايجنت ده واحد لكل موبايل، لكل يوزر، وكان ممكن يكون في اكتر من ايجنت لنفس اليوزر. ليه بقى؟ لو عايز، لو اولا اليوزر يعني هي غالبا ممكن يبقى ايجنت لكل نوع كونكشن، ممكن انت بتاكسس تو سيرفيسز على نفس الكلاود سيرفر، فكل يعني كل تشانل منهم تعتبر كانك يوزر مختلف، فبيكريت لك ايجنت تو ايجنتس. وكمان ممكن حاجه تانية، ممكن تكون انت بتاكسس وان سيرفيس بس انت عايز الداتا ريت بتاعك يبقى اعلى، فبيكريت لك كذا ايجنت عشان كل ايجنت منهم بيأكسس جزء من الداتا مثلا، وبالتالي تبقى الداتا ريت بتاعك لو انت بتنقل حاجه مثلا يبقى تنقلها بمعدل اعلى، لان كل ايجنت له ريت محدود لو عايز يديلك برايورتي يعني. بس هي التظبيطات دي كلها ممكن تحصل في الميدل وير برضه، يعني الميدل وير نفسه ممكن يتظبط بحيث انه يبقى فيه برايورتيز بين اليوزرز وبعضهم، ما زال برضه يعني ممكن تحقق نفس الفانكشناليتي من خلال ميدل وير، بس هو اكيد ميدل وير واحد على مجموعه يوزرز. الموبايل ايجنت هو اتليست وان موبايل ايجنت لكل يوزر، ممكن يكون اكتر من موبايل ايجنت لكذا لنفس اليوزر.